بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني فلاحظت بعض تعليقات على الفيسبوك انشغالا بموضوع طرح عن الدكتور المصري المعروف الدكتور مجدي يعقوب. معروف ان الدكتور مجدي يعقوب مسيحي، طبعا مسيحي يعني غير مسلم يعني. وبدأ ودايما الحكاية دي تطرح، هل نطلق على المسيحي أو اليهودي أو الملحد أو كذا وكذا كلمة كافر، أو نقول له إنه كافر ونقول الكافر؟ دي مسألة مثار أثير فيها الجدل. وهل طيب نوقش أيضا شيء آخر، هل عملهم الكويس اللي في الدنيا، المساعي الخيرية اللي بيعملوها والخير والكلام ده، هل ينفعهم ولا لأ؟ أو هل نذكرهم بالوفاء أحياء وأمواتا ولا لأ؟ صح، مش دايما الخوض في القضايا دي، لكن لما بلاقي فيها المسائل بتختلط والناس تحتاج الى رأي، الواحد بيقول اللي عنده، يعني سواء اللي عنده ده عجب الناس او ما عجبش، يرضي الله او لا يرضي، دي قضية تانية. اولا عايزين نفرق بين حاجتين مهمتين في قضية التعامل مع غير المسلمين. غير المسلم في فرق بين انك حكمه الاعتقادي عندك كمسلم ايه، وبين انك هتخاطبه وتناديه وتعامله لفظيا بايه، لفظيا او كتابيا يعني. يعني في فرق بين ما اعتقده كمسلم دينا، وده موضوعه القلب، لانه مش مطلوب انطق به بلساني دايما، يعني المطلوب في الاسلام انطق بالاسلام بالشهادتين خلاص، اللي هي دخول الاسلام، بعد كده هو ذكر لله سبحانه وتعالى. في فرق بين الاعتقاد كدين، اعتقادي كدين ان اي واحد غير مسلم هو حكما كافر. حكما ايه؟ كافر. يعني ايه كافر؟ يعني اذا كان ملحد فهو كافر بالاديان والله والرسل، وان كان الالحاد نوعين، في الحاد، وده الفرق بين الحاد الغرب والحاد العرب، كما ذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه الإلحاد في الإسلام. قال إن الإلحاد في الغرب هو إنكار لله، إنكار لله والرسل. الإلحاد في بلاد العرب هو إنكار للرسالة، بينكروا الرسل لكن في إيمان بإله. اللي هو دلوقتي تقسيمات بقى، يعني الإلحاد واللا أدريين وإلى آخر هذه التفصيلات اللي مش ده مجال حديثنا يعني. ففي كفر اللي هو الإنكار الجحود، جحود الإله سبحانه وتعالى والرسائل والرسل. وفي نوع اخر هو الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو هلاقي اليهودي طبيعي هو كافر بالمسيح عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والمسيحي كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم. هنا ده المقصود بالحكم الاعتقادي، ان هو اعتقادا زي ما انا عند اليهودي وعند المسيحي وعند غير هاتين الديانتين، هو بيعتبرني كافر بديانتي. كافر يعني منكر لهذه الديانة، ومش لكلها إنما التفاصيل فيها اللي هي تفاصيل رئيسية مهمة. يعني المسيحي واليهودي يؤمن بالله لكن لا يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ده اسمه الحكم الاعتقادي. بس هل أنا مطلوب مني الحكم الاعتقادي ده إن أنا أنادي به غير المسلم، أو أناديه به، أو أن أعبر دائما عنه به، فأقول والله وقال فلان الفلاني الكافر، وهل وأقول والله مجدي يعقوب الكافر، فلان فلاني الكافر؟ لا، هذا مش مطلوب، مش مطلوب، لأن اعتقادا جوايا هو دي، هو معتقدة وأنا معتقدها يعني، لكن ما هوش هيناديني بالكافر ولا ناديه بالكافر. هي دي النقطة، موضع الخلاف اللي احنا المفروض أن تحرر. هنلاحظ القرآن الكريم في خطاباته لن نجد نداء لغير المسلمين يا أيها الكفار أبدا. هتلاقي النداءات يا أيها الناس، لما يحب ربنا سبحانه وتعالى يخاطب جميع البشرية مسلمين وغير مسلمين، هنلاقي النداء، في نداءات في القرآن مخصصة، في نداء يا أيها الذين آمنوا ده المؤمنين بس، يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي بس، أو خاطب الأمة في شخصه. لكن لما يجي النداء يكون
نداء عام، ولذلك هنلاقي الفرق بين القرآن المكي والمدني. المدني لأن ده مجتمع مؤمن فيه يا أيها الذين آمنوا. القرآن المكي كل النداءات اللي فيه يا أيها الناس، لأنه نازل على خطاب مسلمين وغير مسلمين، اللي مؤمن بالله واللي مشرك واللي مسيحي واللي يهودي واللي عبس، كله بيتنادى يا أيها الناس، يا أيها الناس. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبة أيها الناس، أيها الناس يقصد إما قال العهد، يعني مقصود بها العهد ناس معينة، أو قال الجنس، جنس الناس، الناس كل الناس. خلاص، فالنداء في القرآن كله، وهتلاقي نداءات كتير جدا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس، اللي هو خطاب لمين؟ لكل البشرية، ومعظمها وقتها اللي هو غير المسلم. فإذا القرآن في مفرداته ما استعملش مفردة في النداء، والتعامل ما استعملش مفردة الكافر، استعمل مفردة الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إلى آخر الآيات اللي هنلاقي خطاب القرآن استعمل فيها يعني لفظة الناس، لفظة الإنسان، ولم يستعمل، رغم أنه عارف أن ده هو حكمه الاعتقادي أنه كافر، لكن يعني ما استعملش المفردة ولا العبارة ولا اللفظ. وذكر حتى الشيخ القرضاوي لما جه يكتب كتاب عن غير المسلمين، سماه غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، ما قالش الكفار في المجتمع الإسلامي، رغم أن الشيخ القرضاوي له رسالة يبين فيها الحكم الاعتقادي للعقدي على غير المسلمين اللي هو اليهود والنصارى، وقال انه اعتقادا كفار، الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن في التعامل والنداء والتخاطب لا، مش مطلوب ان انا اعبر او انادي بكلمه الكفار. وذكر في كتابه خطابنا الاسلامي في عصر العولمه، اللي حاب يراجع يعني صفحه 44، عمل ان قال من خطابنا المطلوب ان نجدده ان غير المسلمين بدل الكفار. فقال: ومن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ومن الجدال بالتي أحسن المطالب به المسلمون، وخصوصا في عصر العلماء، ألا نخاطب المخالفين لنا باسم الكفار، وإن كنا نعتقد كفرهم ولا سيما مخالفين من أهل الكتاب. وقال إن ده لعلتين، قال لإني كلمة كفار لها عدة معاني، بعضها غير مراد لنا يقينا، لما بتخاطب المسيحي أو اليهودي أو أصحاب الكتاب مش مراد في معناك، في المعنى في كلمة الكفار اللي هو القرآن ذكرها في سياق الحكم. قال إن من معانيها الجحود بالله تعالى وبرسله بالدار الآخرة، وده شأن الماديين. وقال إن القرآن علمنا ألا نخاطب الناس وإن كانوا كفارا باسم الكفر. القرآن نفسه علمنا، ده كلام الشيخ القرضاوي، علمنا ألا نخاطب الناس وإن كانوا كفارا باسم الكفر. فخطاب الناس غير المؤمنين في القرآن إما أن يكون بهذا النداء: يا أيها الناس، أو يا بني آدم، أو يا عبادي، أو يا أهل الكتاب. ده نداء القرآن وخطاب القرآن لغير المسلم. قال إني لم يجئ في القرآن خطاب بعنوان الكفر إلا في آيتين فقط، على كثرة الآيات والنداءات. وجاب السياق بتاعهم عشان بس نفهم القصة من فقيه وعالم كبير كالشيخ القرضاوي. قال: ولم يجئ في القرآن خطاب بعنوان الكفر إلا في آيتين، إحداهما خطاب لهم يوم القيامة، وده خطاب من خالقهم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، التحريم الآية 7. قال: والآية الأخرى قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، اللي هو قل يا أيها الكافرون. وقال هذا كان خطابا للمشركين الوثنيين الذين كانوا يساومون الرسول الكريم على أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة، فكان ده في مقام المفاصلة، مقام ناس بتفاوضوا على عقيدته، فكان لازم لا هنا أوضح هذا الخطاب. قال: ومع ذلك الصورة نفسها اللي اسمها صورة الكافرون عنوانها وندائها في حالة واحدة، وهي بتختم الآية الصورة ختمتها بخطاب تسامح، فقالت: لكم دينكم ولي دين. هذه يعني مسألة ان احنا
الخطاب لغير المسلم، وان الاولى والافضل طبعا الحكم الاعتقادي ده قلته يعني ده قلبا، انما هل مطلوب لسانا ان انا اخاطب به يعني واناديه به واطلق عليه دائما، يعني هذا طبعا ما يعني لا اجد عليه دليلا كما ذكر الشيخ القرضاوي في نداءات القران وتعاملات القران الكريم. ده مش تحديدا بمجد يعقوب، انما بتكلم بوجه عام غير المسلم، كيف نتعامل مع غير المسلم تخاطبا تعاملا نداء، ده الامر الاول. الامر الثاني بنلاقي الناس بتتناقش، طيب يعني الاعمال اللي بتتعمل دي، اديسون اللي اخترع الكهرباء وفلان اللي اخترع الايفون وفلان وفلان، الانجازات الطبيه اللي بيعملها الناس وهو غير مسلم، هل ده عمل صالح ينفعه؟ يقينا يقينا عمل صالح ينفعه في الدنيا، نعم ينفعه في الدنيا، ويعني يتطلب منا ان نقدره قدره، نديله حجمه وقدره. طيب في الاخره، الاخره دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لا نستطيع ان نجزم اني غير المسلم ده عمله الصالح اللي في الدنيا يعني هينفعه ولا ما ينفعوش، ولا المسلم نفسه، ما احناش عارفين، انما يتقبل الله من المتقين، فدي قصه ما احناش عارفينها، ما نقدرش الحكم على احد بالنار او الجنه، ده حصريا على الله سبحانه وتعالى، لا يملك احد فيها. انا بقول ده مش من باب المجامله ولا مدان استغفر الله، انا بتكلم من باب اني بوجه عام الحديث عن المآل والمصير. بتقول ان الانسان الذي كفر بالله عز وجل وكذا وكذا، القرآن أخبرنا عن مصيره في الآخرة، لكن أشخاص معينين والله أنجزوا منجزات، فهنا كلمة عن معين، هنا هيأتي السؤال، هل كفار الآن اللي بنسميهم أو غير المسلمين الآن في زماننا هل في النار؟ السؤال ده يجاب عنه حال كل حالة بحالتها، يعني حضرتك هل أقمت الحجة نقاشا ودعوة وأسلوبا وتوضيحا واتضح للإسلام لغير المسلم بحيث أنه أصبح لا عذر له، لا عذر له، أسف، لا عذر له في أنه رفض الإسلام؟ إذا أقيمت الحجة على شخص بهذا الشكل خلاص، ده ساعتها أقيمت عليه الحجة. إنما هل ده نقدر نقوله؟ إحنا للأسف في ناس لا نجد إن إحنا قصرنا مع مسلمين أصلا يعني في الدعوة والتعامل، فما بالنا بغير المسلمين؟ ان هل وصلت اليهم الصوره واضحه؟ انا بس مش عايز اخش في دي قصه طويله، يمكن اسجلها تسجيل اخر منفصل، لكن يا جماعه القصه مش كده، القصه ان احنا قاعدين مشغولين بالنقاش حوالين مصير الناس، ومش مشغولين بالقيام بدورنا مع الناس. زي قبل كده ما كان في بنت توفيت واتقال ماتت ملحده، اتقال نصلي عليها، لا ما نصليش، لا نعمل، وجدت جدالا كبيرا وجدال اكثر من اصدقائها. انا مش ببين انا معه او ضد في القصه، لان ما عنديش تفاصيل عن البنت، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتولى الجميع، انما انا بتكلم يا جماعه اصدقائها كميه الجدال اللي انتوا بذلتوه حوالين البنت، لو قمتوا بربعه معاها وهي عايشه كان افضل. انما احنا دي مشكلتنا، ما نفوقش على بعض الا لما نموت او يبقى ايه سرقتنا السكينه وخلصنا. ده اللي بتكلم فيه، ان احنا للاسف امه بننشغل ببذل الجهود بعد فوات القطار، بعد فوات الاوان. فانا النهارده مش شغلتي ولا انا مشغول بمصير فلان في الاخره ايه، انا مصير انا ايه؟ ولو انا هممني مصير فلان ده، يبقى لازم تفكر انت قمت بواجبك نحوه عشان ما يمسكش في رقبتك يوم القيامة انك قصرت معاه ولا لا. هو ده اللي يهمك. هو انت لو الدنيا كلها دخلت جهنم، هو انت هتاخد مكانها في الجنة؟ اذا انت ما سعادتك ما احسنتش، انت هتتحاسب، والحساب يوم القيامة نوعين يا جماعة، فردي وجماعي، فردي وجماعي. فانت اللي يهمك حسابك الفردي الاول دلوقتي، انت حضرتك قمت بواجبك ولا لا؟ قمت بواجبك، ساعتها بدور بقى على يعني اللي انت قمت بواجبك معاهم أثروا ولا ما أثروش؟ لأنك أنت بتتكلم في حاجة أنت ما أثرتش فيها، وما أظنش حد فينا
يسلم من التقصير، فدي نقطة تانية. الأمر الثالث الأخير، هل نذكر الناس دي بالوفاء أحيانا وأموات؟ آه طبعا نذكرهم بالوفاء أحيانا وأمواتا، ونذكرهم بالفضل لهم أحيانا وأمواتا، سواء كان مسلم ولا غير مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حفظ الجميل لأناس مشركين عباد أصنام ماتوا، ورعى أحياء أعداء له وعفى عنهم إكراما لناس ميتة وماتوا على غير الإسلام. ها إيه رأيك بقى؟ راعى المطعم بن عدي لأنه دخل في جواره لما منع من دخول مكة، وفي غزوة بدر لما كان في أسرى فوضوا عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة اللي هم أعداء اللي قتلوا له أصحابه وقتلوه جايين يهدموا عليه دولته لأعطيتهم له. طب ده عابد صنم مش مسلم مشرك، ومع ذلك ذكر له الفضل وهو ميت، وذكر له الفضل لآخر لما جت بنت حاتم الطائي، وهو كان رجل عربي ووثن لكن كريم، فعفى عنها وأكرمها وفادتها. ده ميت وهو حي. سهيل بن عمرو في صلح الحديبية لما جاي دخل عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه؟ سهل الله عليكم به، يعني على ايده الخير. فيا جماعة الإسلام دين الوفاء بوجه عام، كل صاحب جميل يذكر بجميله. حسابه دي مش بتاعتك بقى، ما تقعدش انت، احنا دي مشكلتنا دايما باصين على الآخر وهو في انهي كف. يا عمي دور على نفسك، المطلوب منك ايه؟ لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أي عمل صالح خير اتعمل لك من شخص وجب عليك شكره، يطلع مسلم يطلع غير مسلم، يطلع زي ما يطلع. أبناء واحد مات وغير مسلم وأحسن إليك، الواجب شرعا عليك أنك تحسن لأبنائه. ده رد الجميل، لا يشكر الله من لا يشكر الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. دي بعض يعني خواطر سريعة عن الأمر أحببت أن أضعها، وذكرت فيها الأدلة والكلام. والله من يعني لديه رأي آخر وفقه الله فليذكر أدلته ورأيه، وفي النهاية الأمر دين لا نبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.